بعد المساعي والتحركات، الجزائر تنتقل في مسارها الاستراتيجي لتحقيق التكامل القاري إلى مستوى جديد، بتخصيص مليار دولار لتمويل مشاريع تنموية في البلدان الإفريقية، في خطوة تنبع من قناعة الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية. قناعة من الجزائر بارتباط الأمن والاستقرار في إفريقيا بالتنمية، قرر السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ضخ مبلغ 1 مليار دولار أمريكي لصالح الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لتمويل مشاريع تنموية في الدول الأفريقية، لا سيما منها تلك التي تكتسي طابعا اندماجيا أو تلك التي من شأنها المساهمة في دفع عجلة التنمية في قارتنا العزيزة. الإعلان ينتظر أن يشرع في تنفيذه عبر الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي أوكلت لها مهمة تحديد المشاريع والبلدان الراغبة في الاستفادة من المبادرة الاستراتيجية. ستباشر الوكالة إجراءات تنفيذ هذه المبادرة الاستراتيجية الهادفة بالتنسيق مع الدول الإفريقية الشقيقة الراغبة في الاستفادة منها. انفتاح إفريقي متعدد الجبهات بتمويل جزائري سبقه مسح ديون أزيد من 10 دول إفريقية، وتجسيد مشاريع طاقوية وطرقية حيوية ببعد قاري، في خطوات تعول عليها الجزائر لزيادة تدفق المعاملات الاقتصادية بين الدول الإفريقية، والأهم توفير التنمية والرفاهية للأفارقة.